السلام عليكم، انا شكري وده اول فيديو ليا معاكم، ان شاء الله يعجبكم. هنعمل النهارده موس الكراميل بالموز. هنبدا على طول بصوص الكراميل اللي هو 200 جرام سكر، نحطهم على النار لحد ما يوصلوا للون الذهبي. بعد كده بنضيف لهم 25 جرام من الزبده وبنقلب. بعد كده بنضيف لهم 175 ملي لبن. اللبن مجرد ما بينزل على الكراميل بيتجمد على طول، فبنستمر في التقليب لحد ما بيوصل لدرجة ان هو يبقى سائل، بنفك كل التخريزة اللي هي في الكراميل بالشكل ده. بعد كده هنعمل خلطة الموز اللي هي 25 جرام زبدة، هنحط عليهم 4 صوابع موز متقطعين وعصير ليمون و25 جرام سكر وفانيليا، وبنقلبهم كويس على النار بالراحة، مش عايزين نهرس الموز، عايزينه يستوي بس من غير ما يتهرس، تفضل ملامحه زي ما هو لحد ما يوصل للشكل ده. هنبدأ نعمل الديسك بتاع الموس اللي هو عبارة عن 100 جرام بسكوت سادة مطحون معهم 50 جرام زبدة سايحة، بيتقلبوا كويس في بعض. تختار اي نوع بسكوت سادة، النوع مش مهم، المهم يكون بسكوت سادة، ويتقلبوا في بعض كويس. ونجيب الفورمة اللي احنا هنشتغل فيها ونوزع فيها البسكوت في الأرضية. ده الديسك بتاع اللي هو بتاع الموس. هنوزع البسكوت في الأرضية وبنضغط عليه بالراحة لحد ما بيوصل للشكل ده. عندنا الموز اللي احنا طبخناه البارد، بنجيبه وبنفضيه فوق الديسك. الموز ده ممكن تديله مكسرات، ممكن تديله قطع شوكولاتة صغيرة زي ما بتحبي، بس انا عامله سادة. هنوزع الموز في الفورمة ونتك عليه بالراحة، وناخد بالنا ان الموز بيحرك البسكوت من مكانه. بنسوي الديسك الموز وبنركنه في جنب. عندنا 20 جرام جيلاتينة و150 جرام مية، تحطوا على بعض وتقلبوه كويس. يستحسن تكون مية سخنة عشان الجيلاتينة تدوب على طول في المية. هنبدأ نعمل الموس اللي هو عبارة عن بيضة و100 جرام سكر، بياض بيضة و100 جرام سكر، هتضربه مرنج لحد ما يوصل الشكل اللي احنا شايفينه ده. هنركنه في جنب ونجيب الكريم شانتيه اللي عندنا، 200 جرام كريم مضروبة، دي ممكن تكون كريم شانتيه بودرة او كريم شانتيه فريش حسب ما تحبي. هنحط عليهم الجيلاتينة حطينا الجيلاتينة عليهم وهنقلبهم كويس لحد ما الجيلاتينة تخش في كل الكريمة اللي عندنا. هنجيب صوص الكراميل اللي احنا عملناه ونبدأ نخلطه بالكريمة، بنقلب على طول عشان الصوص يختلط بالكريمة والجيلاتينة تختلط بالصوص اللي احنا لسه حاطينه. حطينا موس الكراميل، صوص الكراميل اللي عندنا وقلبناه كويس. هنجيب المرنج اللي احنا ضربناه وبنحطه على خليط الموس ونبدأ نقلب بالراحة لحد ما يتجانس المرنج مع الموس. والمرنج فايدته في الموس ان هو بيخلي قطعة الموس هشة، وانت بتاكل الموس بتلاقي هش، كريمة مش كريمة مكتومة. هنجيب الفورمة بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة، انا حطيت ورق بلاستيك على الجناب علشان يسهل عليا اما اجي اشتال الطوب. هنفضي خليط الموس اللي عندنا، موس الكراميل اللي عندنا،
بنفضيه في الفورمة وبنساوي الوش بتاعه وندخله، بنساوي الوش بتاعه وبندخله على التلاجة. انا رشيت على الوش نسكافيه لان بحب طعم النسكافيه مع الكراميلا، ده اختياري بالنسبه لك. الموز جامد خلاص، هنرفع الطوق بسهوله جدا لان فيه عجينات بلاستيك. هفك البلاستيك من حوالين تورته الموز، وهبدأ أجيب مروال الكراميل اللي احنا عملناه، نفس الموس الكراميل اللي احنا عملناه بس حطيت له 25 جرام شوكولاتة، وهنبدأ نحطه على الوش. نكسي تورتة الموس كلها، وبرضو موضوع الموس المروة ده اختياري، هي بالنسبة لك التورتية كده ممكن تكون خلصت خلاص، عايزة تجملي فيها أكتر هتحطي الموس، هتحطي أجلاسية شوكولاتة. حطينا الكراميل مروه وبنساوي الوش بتاعها، وان شاء الله هبعمل لكم حلقه عن الكراميل المروه والشوكولاته المروه والحاجات اللي احنا بنكسبها بيها التورت اللمعه دي. بلم الجناب من تحت بتاعت التورتايه واسيبها تصفي خالص. بعد كده بديها من تحت شوكولاته مبشوره او مكسرات زي ما تحبي، وقطعة الشوكولاتة الديكور بتاعها، والهنا والشفا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني بالهنا والشفا.